المطار في الدورة العاشرة تحت شعار مطار تراث الأصيل ورافعة التنمية المستدامة. الحمد لله فضاءات المهرجان فضاءات متنوعة كتشمل المعرض ديال المنتجات الزراعية والصناعة التقليدية. الحمد لله حضروا عارضين مختلف الأقاليم المغربية، وهذا العام حضروا معنا أقاليم ديال الصحراء المغربية ضيف شرف للتعاونيات الدائم، حضروا معنا التعاونيات من بريطانيا اللي كنرحبوا بهم بهذه المناسبة هذه. الحمد لله فضاءات مهرجان المطار تشكل واحد الفرحة ابتهاج الساكنة واللي كيحضر معنا كان كل شيء. اليوم صنعت مطار واحد الفضاء خاص ديال الوقت اللي كتجمع الممثلين بناء المجتمع أصبح عندنا واحد الرياضة الآن في مختلف القطاعات، ولهذا أنتم كتشوفوا فرصة للتعلم على الكلية اللي كدير العادات والتقاليد على شكل عروس، كيتجمعوا النساء وكيديروا حزيج وكيديروا كما كتوجد العروس وكيتبانوا عليها لمدة التعلم.